مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف معالي الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. الإيرانيون يشددون على جعل التوافق المسيحي ركيزة التفاهم الرئاسي، فهل من أمل بهذا التوافق؟ العودة لدراسة القانون الانتخابي الجديد، ما مدى جديتها؟ وهل يمكن لقانون جديد أن يشكل مخرجاً لأزمة لبنان المؤسساتية؟ أهلا وسهلا مع الوزير. أهلا فيك، الله يخليك. الوزير، اليوم بصحيفة السفير نقلوا جو انه الايرانيين عم بيقولوا عظيم، مستعدين نساهم بموضوع رئاسة الجمهورية، ولكن هذا الامر يبدأ عند التوافق عند المسيحيين. رئيس الحريري كان قبل فترة قال هيدا الموضوع، الرئيس بري قاله مرارا، العديدين من الشخصيات السياسية. لماذا هذه القيادات والتيارات، وحضرتك اساسي باحد الأطراف المعنية بهذا الموضوع، لماذا لا تتمكنون من أن تنقذوا هذه الجمهورية؟ الشيء الملفت أنه عم بيصير في تقارب إقليمي على ما يظهر بتوصيف الوضع، أنه المشكل عند المسيحيين. منهنيون على هالتقارب، بس منتمنى أنه ما يكون على حساب المسيحيين، لأنه هذه العملية نحن نرفض مبدئيتها بالكامل. المسيحيين منهم مسؤولين لوحدهم، هن مكون من مكونات البلد. يتميز المسيحيون بلبنان انهم هن نموذج للتعددية السياسية الموجودة، مش اذا في من احادية سياسية بالمكونات الاخرى هي لازم تكون النموذج الذي يحتذى به، ولا منفوت بغير نظام. لبنان مش هيك راكب. اذا بدنا نحافظ على ما تبقى من الميثاقية ومن هذا النظام، علينا انه نتحمل كلنا سوا مسؤوليتنا، وما نتخبى تجاه التوافق المسيحي. إذا هذا هو الموضوع، هو منعتبره هيدا انسحاب من المسؤولية، هو ترك الناس اللبنانيين بمواجهة بعضهم. إن أردتوا أن ترفعوا أيديكم عن لبنان، ارفعوا بالكامل أيديكم عن لبنان، حصنوا لبنان، نمشي بحياد لبنان حتى يقدر الشعب اللبناني يمارس سيادته كله، مش بس المسيحيين يمارسوا سيادتهم بعملية انتخاب رئيس الجمهورية. مالك، حابب ناقشك بالتفصيل بهذه النقطة، ولكن دعنا ننتقل إلى البقاع، حيث الزميل حسين خريس من حوش الأمراء. زميل حسين، الله معك. نعم، للتصحيح نحن معكم من حوش الحريمي في البقاع. طبعا في دارة رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية الشيخ جاسم العسكر، الذي كان قد تولى المفاوضات التي كانت عسيرة جدا في الأسابيع الماضية، تلك المفاوضات المتعلقة بالخطف والخطف المضاد في البقاع الغربي. وطبعا اليوم بمساعيه ومساعي العشائر جميعا في بعلبك الهرمل، إضافة إلى العشائر العربية، تم تسليم المخطوف السابق أصبح المحرر الآن مصطفى الحجيري إلى ذويه، وكان قد تسلمه الشيخ جاسم العسكر من عشيرة الحمية. عشيرة حمية أكدت بأنها مع السلم الأهلي والعيش المشترك وفي كل البقاع، وأنها تعمل على ذلك، وأن هذا التسليم هو مبني على الإحساس بالمسؤولية وعلى عدم الوصول إلى أي خواتيم في البقاع لا تكون سعيدة، وأيضا مبني على أن الشيخ جاسم العسكر سوف يقوم لاحقا بالمفاوضات مع تنظيم جبهة النصرة، وذلك من أجل الإفراج عن كل العسكريين. عشيرة حمية أكدت لأنها لن تعرقل أي شيء يؤدي إلى حرية المخطوفين العسكريين الموجودين في القلمون، لذلك هي قامت بالإفراج، وهي جمدت كل أعمال الخطف التي كانت كردة فعل على إهمال الدولة اللبنانية بالنسبة إلى ملف المخطوفين العسكريين. نحن في دارة
الشيخ جاسم العسكر وكل العشائر موجودة هنا، إن كانت التابعة للبقاع والتابعة طبعا للعشائر العربية، إضافة إلى وفد من العشيرتين. طبعا هناك تمهيد اليوم للمصالحة الكبرى التي سوف تنجز بين عشيرتي الحجيري وحمية في البقاع. طبعا الشيخ العسكر كان أيضا قد وعد بأنه سوف يتسلم جثمان الشهيد محمد حمية من جرود القلمون، وذلك لأنه كما قال يشعر بالمسؤولية والواجب الوطني بأن يفاوض هو على كل العسكريين كي يحصلوا على الحرية في الأيام المقبلة. حسين، سؤال وإجابة بشكل وجيز والمعروف، هل الأحزاب تدخلت بشكل غير مباشر وفي حوار ربما مع التنظيمات الخاطفة؟ لم يعني بحسب العشائر فإنهم أكدوا بأن عمل العشائر كان فاعلا خلال التاريخ في الحقبات الماضية، وكان قد تجمد بسبب هذه الأحزاب. اليوم هذه المبادرة كانت قد خرجت إلى العلن فقط من قبل العشائر العربية وعشائر بعلبك الهرمل. حتى هذه اللحظة يعني ليس هناك أي معلومات عن تدخل أي طرف سياسي في هذا الموضوع، وطبعا كما هو واضح من الحضور العشائري في منطقة البقاع وبأن العشائر سوف يتفاعل عملها في الفترة المقبلة، ذلك بعد الوصول إلى حائط مسدود بين مختلف الأطراف السياسية التي كانت تحاول حل ملف العسكريين المخطوفين في جرود القلمون. الزميل حسين خريس من حوش الحريمي، شكرا جزيلا لك. مع الوزير مش اللي تفضلت فيه قبل هذه الرسالة، كأنه بدك تشيل المسؤولية عن عجز المسيحيين بهذا الوقت من التفاهم حول استحقاق في زمن كل الأطراف فيه أمام مصيرة المنطقة، أمام المصير، كل الأسئلة والتساؤلات جدية، كان حضرتك عم تقول أنه المسؤولية على الآخرين وليست على المسيحيين. مسؤولية المسيحيين مضاعفة، أبدا مش مسؤوليتهم صغيرة، مسؤوليتهم مضاعفة، لأنه فكرة دولة لبنان الكبير جاب البطريرك الحويك وهن مؤتمنين مش مثلهم مثل غيرهم، يمكن يكون شوي أكتر من غيرهم على قضية النظام الديمقراطي وعلى قضية أنه تثبيت نهائية لبنان، لقدموا الغالي والرخيص حتى يصير في اعتراف شامل بلبنان من عليها وعملية لبنان مساحة هذه الحرية. المسيحيين يعني هن اليوم كمان هالجسر اللي بيهدوا عليه التوافقات والتفاهمات بين كل الطوائف والمكونات بلبنان، معناتها والمسيحيين وجود وحضور بلبنان ليس هو فقط حاجة مسيحية، هو حاجة وطنية لكل المكونات بلبنان. هذه الأحزاب، هذه الأطراف، معروف الصراع السني الشيعي وعدم الثقة الكبيرة جدا، منهم قادرين يظهروا توافق ينتج رئيس جمهورية، لأنه يبدأ المشكل في لبنان وينتهي بأندونيسيا. لأنه التوافق لماذا ليس لا تتمكن الأطراف المسيحية المقيمة فقط في لبنان لأنه الصراع ليس صراع طائفي بلبنان بين المسيحيين والآخرين. لو المسيحيين فيتين بصراع، وطبيعة النزاع اللي موجود هون هو بين المسيحيين وآخرين أو الآخرين، ساعتها فينا نحكي بهذا المنطق، إنما الصراع هو صراع سياسي بين فريقين سياسيين، المسيحيين موجودين بهذا الفريق وبالفريق الآخر، وبالنتيجة لازم نرد العملية الديمقراطية لأصول اللي هي التعددية السياسية. في فكرتين عم يتواجهوا، هذا لازم يكون إغناء وليس تعطيل للحياة الديمقراطية. طب منو قادرين يعملوها إذا كان الموضوع مش لأنه القضية منا بإيدهم، لأنه من ناحية في سلطة أمر واقع بلبنان، معروف منية بتقرر تفتح على حسابها، نهار تعمل عمليات بشبعة، نهار تحرر وتدافع مثل ما بدها، نهار تروح على سوريا وترجع ساعة اللي بدها، وبالنتيجة هي مصادرة القرار السيادي بلبنان بما يتعلق بالاستقرار
اللبناني، والكل بيقولوها حتى هن ذاتهم بيقولوا لك انه نحن القوة عنا. اما يكون عندك هالفائض من القوة على الساحة اللبنانية، من الطبيعي انه العملية الديمقراطية يصير في عندها هالتعطيل اللي عم بيصير. ما في حزب الله مش هالمسيحيين بالفراغ الرئاسي. انت بدك تخدها مين ما عم بينزل على مجلس النواب وبيعطل، وين ما عم ينزل على مجلس النواب ما عم بينزل وما عم بيمنع عملية معروفة، يعني صارت القضية معروفة اليوم. بيكفي انه يشير حزب الله انه انا نازل انتخب الجنرال عون حتى ترجع تمشي العملية الديمقراطية. تمشوا بطرح الجنرال عون اللي حكيه بالمقابلة الأخيرة مع زميلنا وليد عبود. هلأ له حق الجنرال عون يطرح كفريق سياسي النظرة اللي بده فيها، بس ما له حق بطريقة أحادية يعدل الدستور ويخرج اللعبة الديمقراطية، يخرجها من أصولها اللبنانية. ما له حق يفرض بالسياسة متكل على فائض القوة اللي بفريقه، الفريق فائض القوة اللي منه سياسي. خلينا نذكر انه في فائض قوة، في جيش حد الجيش اللبناني، وفي حرب دائرة على حدودنا هو فريق أساسي فيها. ما في يجي هو يقول انا بدي اعدل بطريقة أحادية الممارسة الديمقراطية، وبطلب اليوم من هلأ ورايح يكون بس في مرشح هو بسميه اللي بده ينافسه، وممنوع يكون في مرشح آخر. شو سميه 14 أدار سمته ننزل، وهو اعتبر نحن بننزل على مجلس النواب مثل ما كنا معودين ننزل، ما في من دون قيد أو شرط. يتقدم 8 أدار مرشح ونحن منقدم مرشح. هلأ هو ما عجبه هذا الشيء، بده أنه يعني بالنتيجة نحن ما معتبرين حالنا مستهدفين فيها. نحن منعتبر أنه الاستهداف هو للكتلة الوسطية اللي عم بتجرب تخلي أنه يصير في أكبر توافق ممكن قبل ما نروح على الانتخابات. هي الكتلة الوسطية عليها تتموضع وتاخد ساعتها قرارها إذا بدها تعطي صوتها لها الفريق أو لهيدا الفريق. هيدي القضية منا عنا، هي القضية بغير محل. نحن عم ننزل ونعمل واجباتنا. امبارح الرئيس جميل بيقول انه 14 أدار رشحته رسميا، فيما هذا الترشيح بعده لاخر وقت عم يحكوا انه المرشح الرسمي ل 14 أدار هو دكتور سمير جعجع. هيدي شغلة بديرها 14 أدار. بس ليه بده يعني مثل كانوا عم يحرجها تمشي فيه؟ لا، ما هيدي شغلة معروفة بالاجتماعات انقالت. يعني لما بده الدكتور جعجع يلاقي انه الظرف صار مناسب حتى هو ينكفئ عن هذه المعركة تسهيلا للانتخاب، لانه المطلوب ليس فقط ربح معركة الترشيح. بتصور انه 14 أذار ربحت معركة الترشيح الواحد وما خافت منه ونزلت على مجلس النواب وتحملت مسؤوليتها. اليوم ل 14 أذار انه تربح معركة الانتخاب، وبالنتيجة لما هي تقرر انه دكتور جعجع ما عاد بوضع بيقدر يكفي بالترشيح، من المنطقي وهيدي قيل واعتمدت ب 14 اذار ان يتم ساعتها اقدام الرئيس الجميل كمرشح ل 14 اذار. شغلي منا سر تجريب مرشح 14 اذار ثاني. نعم، تجربة مرشح 14 أذار ثاني في إلى شروطها، مش قصة إنه اسمعني مش لازم يجيب شي صوت زيادة. ما بقلك إلى شروطها، مش هيك يعني شروطها. رئيس الجميل لو بدنا نلعب بلعبة التنافس بضمن 14 أذار بمجلس النواب كنا عملناها، مش هيدا هو الهدف. قلت لك المطلوب كان الوصول إلى نربح معركة الترشيح بالمرحلة الأولى، تنشوف إذا بنربح معركة الانتخاب في إلى ظروفها، في إلك تقدر تفوت. ورئيس الجميل هيدا اللي بحب يعمله أنه يربح معركة الانتخاب، وإلا بكون ما إلا معنى العملية كلها سوا. عنده وعد من صوت إضافي عن الأصوات التي حظي بها الدكتور سمير جعجع؟ أنت بتقول أنه نحن عم نشتغل سياسة يعني وعم نتعاطى بالشأن العام هيك على فقط النوايا الطيبة؟ اسمع لك 6 أشهر يعني إذا في فليكل صراحة لوقتها إلى ظروفها. طبعا في، أنت بتتصور في، بس ولكن هذه الأصوات غير كافية لربح الانتخاب. قلت لك إذا بدنا نعمل سبق بين الدكتور جعجع والرئيس الجميل، أوكي، منكون عم نحكي برات الإطار الموضوع. المعركة ما هون، المعركة بدك تجيب كمية أصوات كافية تسمح لك أنك توصل للانتخاب.
عندك انطباع انه طرف من 14 او 8 بيقدر يعمل يأمن أكترية اليوم؟ مشان هيك نحن معتبرين انه طالما ما نزلوا الفريق اللي عم بيعطل على مجلس النواب ما رح يتأمن هذه الأكترية. واصلين لإمكانية التحاور مع هذا الفريق حول مرشح لـ8 ولا 14؟ نحن عم نحكي بكل المواضيع مع كل الناس، لكن على ما يظهر انه تشبث فريق 8 أدار بمرشح واحد واعلنوا، يعني وانا بلاقي شغله جيده انه تم اعلانه، يعني لاول مره يتحمل 8 أدار هذه المسؤوليه. هل يا ترى هيدي رح بتوصل لخواتيم؟ انا عندي نظرتي بهذا الموضوع اذا بتحب. انا برايي انه ترشيح الجنرال عون هو حتى يقول حزب الله انه هذه ورقه هي بايدي. لحديت هلا ما كانت ورقه معلنه، كان يعني ليه؟ لأنه نحن عم نقرب على التسويات، عم نقرب على التفاهمات الكبيرة والصغيرة، عم نقرب عليها. إذا ما معه ورقة بإيده ما بيقدر يحكي فيها. اليوم لما بيعلن السيد حسن أنه أنا عندي ورقة بإيدي هو ترشيح الجنرال عون، عم بحطها على الطاولة، يعني هو حاضر يحكي فيها، وهذا قد يكون مؤشر على التحضير لاختراقات ما. إذا ما عملت حوار ما فيك تستكشف شو رأيك مديرها. الخاص هل ترشيح أحد ما يسمى بالأقطاب الأربعة ممكن أن يحظى بفرصة الوصول إلى رئاسة الجمهورية؟ تعرف يعني اللعبة السياسية، اللعبة السياسية نعم. أنا لأنه بعد ما صرت عم شوف بلبنان من قضايا ما بتكون متصورة وبتصير، ما بتكون متصورة وبتصير، بتقول صار كل شيء معقول. يعني المنطق إذا بدك اللي بيقول إنه كتير أمور ما بتصير، يعني مين كان بيقلك إنه بتروح على إعلان بعبدة؟ ما حدا بده يقعد مع حدا. رحنا على الحوار قعد تقريبا الكل مع بعضه، طلعت إعلان بعبدة ما حدا كان مصدق إنه بيطلع. بعدين ما بنعرف كيف طلعنا من إعلان بعبدة، فريق طلع من إعلان بعبدة. مين كان يعني في قضايا، مين كان بيقلك الجيش اللبناني قادر يعمل اللي عمله بطرابلس بهالسرعة وبهالقوة وينهي؟ اليوم بقدر قلك الجيش اللبناني نهى عملية امتداد الدولة التكفيرية اللي عم يقعدونا فيها، كانوا من ما بعرف وين، من العراق لشرق المتوسط، يعني لطرابلس يكون هي طرابلس إما هاي نهاها. مين كان بيقول انه هاي الشغلة ممكنة؟ في كتير قضايا هاي. برأيك بعد ممكن البحث بتشريح العماد مشان عون أو إمكانية وصوله لرئيس الجمهورية؟ عنده حظوظ برأيك بعد؟ لك طالما عندك 1% حظ معناتها عندك 100% حظ. يعني ما فيك تحسم، يعني كل بقول لك هيدي خلص مقطوعة، هاي ما بقى بينحكى فيها، هاي خلصت. ما هو اللي عم بقول لك هالشي هيدا مش عارف حاله إذا رح يضلوا قاعد على الكرسي تبعه، وإذا قاعدته ثابتة بشكل كافي. أنا عم بحكيك مش بس بلبنان، برا، انه هل يا ترى السوري اليوم بيقول لك انا ناخب بلبنان قعدته ثابته؟ هل يا ترى اليوم الدول الاقليميه الاخرى من ايران والسعوديه وكله ما عم يتعامل مع متغيرات سريعه جدا عنده وبالمحيط؟ حتى يقول لك اني هالالتزامات اللي بقدر اعطيها انا هي التزامات الحد الادنى، مش الالتزامات الحد الأقصى اللي هي بتنتج لك سلام بلبنان. نعم. تأكيد وفد حزب الله اللي طلع عند الجنرال ميشيل عون بأنه أيضا العماد عون هو مرشحه الأخير، تمسك العماد عون بترشيحه اللي عم نشوفه يوم بعد يوم أكثر وأكثر، هل يمكن أن يصل بحزب الكتائب إلى إعلان تفضيله العماد ميشيل عون رئيسا بدلا من الفراغ؟ هذا كان الحديث عم نحكي قبل 25 أيار. نعم. ورئيس الجميل أعلن هالشي هيدا، وأنا بفضل قال لهم، أنا بفضل سئل السؤال وقال أنا بمشي بالجنرال عون بدل الفراغ. إنما نحن دخلنا بالفراغ، خلينا نكون واضحين الناس، ما أنه كل يوم منكتشف فراغ جديد، كل يوم منكتشف فضيحة جديدة. بتعرف في ناس على الويب سايتات وعلى الفيسبوك وعهول بحطوا لك كل يوم هيك متخصصين مفاجأة فضيحة تقرأ بتطلع خبرية، يعني فضيح معيشين الناس بشيء انه بالإثارة الدائمة. إيه نحن فتنا بالفراغ، امبارح فتنا بالفراغ، هذا الشيء مش صحيح. نحن الفراغ فتنا فيه من 26 أيار الماضي، فتنا بالفراغ. اليوم نحن لازم نفتش
اليوم مستعدين لهذا الموضوع؟ في عنا مبادئ، طالما بدك تحكي بهاي المبادئ، يعني بدك تقول لرئيس الجمهورية مين ما كان بغض النظر عن الأشخاص، في مبادئ، في مش شروط، عم نحكي بمبادئ بثوابت، كيف رح تتعامل مع موضوع السيادة اللبنانية على أرض لبنان، لوين بدك توصل فيها؟ إذا مش قادر تنطلق منها بالقليل، لوين قادر توصل فيها؟ شو كيف بدك تحكم؟ على أي أساس؟ شو الأسس؟ بفهم اللي بدك تبني عليها عهدك. مش وارد الكتائب تدعم العماد ميشيل عون. اليوم القصة منا مطروحة حقيقة. مش مطروحة. هيدا موضوع يعني. بالمقابل سؤال. بالمقابل هذا يعني أن رئيس الكتلة المسيحية الأكبر لن يقبل بالرئيس الجمعي المرشحة. خليني أقول لك. توافقيا. خليني أقول لك رئيس الكتلة الأكبر كمان نحن منشوفه إنه ما قدر كمان يضبط كتلته بالنسبة لموضوع من التمديد، وشفنا انه نزل التشناك ونزلوا المردة على مجلس النواب من التكتل مش من كتلته. من التكتل يعني ما هي انه ما هي بتيجي الكتلة، كتلة تيار الوطني الحر، تكتل التغيير والاصلاح اذا بدك، انه اذا بدك هذا منا مشكلة. هلا قلت لك اليوم اللي حكي اليوم غير الحكي رح يكون بكرة وبعد بكرة، لانه لما طولين يعني للرئاسه رح اقول لك شو، لانه عندك 24 الشهر الاثنين مفروض يكون بدنا نشوف شو بدهم يعملوا كاري وظريف. كل بقول لك غير هذا الحديث بكون عم يتسلى عم بضيع وقت. لما تيجي الاشاره معلش خلينا نعرف حجمنا تماما بلبنان، وين فوتنا حالنا لما جينا نحن قبلنا نكون ادوات او اوراق بايدي قوى اكبر بكثير من لبنان. لما يجي الإعاز من برا بهذا الموضوع رح بتلاقي بسحر ساحر صار في تفاهمات وتوافقات وبتتغير الخطاب كله سوا. خلي إن شاء الله يكون لصالح لبنان مش على حساب لبنان. نتوقف معاليك مع فاصل إعلاني، بعده نتابع الحديث في القضية اللي أشرت لها بالتحديد اللي هي المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو الخمسة زائد واحد الإيرانية، ونتكلم أيضا عن قانون الانتخاب. هل يمكن أن يكون قانون اللي قدمه النائب علي بزي الحل لهذه المعضلة القديمة الجديدة؟ مشاهدينا محطة وجيزة ونعود. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، وضيفنا معالي الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ. دكتور سليم، تتوقع ان ينجز الاتفاق يوم الاثنين؟ نتمنى حقيقه، ما بعرف شو بده يصير، ما حدا عارف. يعني الانطباع اللي عندي اياه من اكثر من شهر كان انه الامور محطوطه بالمسار الصحيح وفي تكثيف لهالجهود. هلا طبعا بعض المشاركين بالخمسه زائد واحد عم بيقولوا عم بيحذروا انه بعد في وقد يكون في اتفاق مرحلي اخر حتى يحضروا لفشل ما او لتباطؤ ما. بتمنى انا انه بهمنا بهذا الموضوع انه يرتاحوا الخمسه زائد واحد لاي اتفاق بده يصير حتى يقدروا منه بالاطار تبعه، لانه بيريح كثير نوصل لشيء يتعلق بالتفاهمات الإقليمية. دغري برأيك بدها تنعكس ولا بدها وقت؟ طبعا كل ملف له رزنامته، كمان كل ملف له رزنامته، يعني ملف رئاسة الجمهورية، ملف اليمن غير ملف العراق، وملف العراق غير ملف سوريا، ولبنان غير ملف، وقضية السلام ويعني قصة فلسطين وإسرائيل كمان شغلة مختلفة. بتصور أنا أنه بوجود كونغرس أمريكاني اليوم محافظ أكثر رح يكونوا كتير يعني حذرين رفع العقوبات عن إيران، وبالنتيجة مشان هيك بتصور الإدارة الأمريكية بدأ التزام إيراني هلأ حتى تقدر من ترتاح من هالموضوع، ما نضلنا عم نلعب قصة العقوبات، نهار بحطها الكونغرس ونهار بشيلها كوسيلة ضغط على المفاوض الإيراني. هيدي إذا صارت بتريح الملفات الأخرى. هلأ تقلك أنه لبنان هو بسلم الأولويات بكون كتير غلطان، كتير بعيدة برأيك حتى من بعد الاتفاق. لبنان ما في إلا يمكن دولة واحدة هي فرنسا،
حطته بسلم الأولويات عندها بالنسبة للمنطقة. الدول الأخرى تساند الموقف الفرنسي، يعني أصدقاء لبنان بيساندوا ولكن لا يبادروا. المبادر هو الفرنسي، وقد يكون الفرنسي مشجع بعاملين. العامل الأول، وشفنا أنه في نوع من المبادرة الفرنسية تؤخذ بهذا المجال، نحن كنا يعني شوية عم نتابعها من مدي، بتشجع بعاملين. أولا عامل المنحة السعودية للبنان التي أعطيت بواسطة فرنسا، هيدي تحررت، مما يضع فرنسا في موقع أكثر يعني مقبولية من قبل الأطراف كلها، وبتقدر تتحرك تكون معززة بهالموقف. والعامل الثاني هو الاتفاق النووي اللي بيفتح له كمان الفضاء الرحب، تقدر تتحرك مع إيران ومع الدول الأخرى بالمنطقة حتى يصير في تسهيل لعملية الانتخاب بلبنان. من ضمن هذه المناخات الإيجابية، هل تتوقع قانون انتخاب؟ وهل يمكن أن يكون قانون الانتخاب اللي تقدم فيه الرئيس بري أو كتلته الجواب؟ بالرغم من أنه نحن بدأ لك الجواب نعم، بالرغم من كل الأشواق التشاؤمية اللي موجودة، أنه شو بده يتغير اللي قعدوا سنة ونص اشتغلوا؟ لأنه نحن ما عم نعطي الاهتمام الكافي دائما للفاريابل، يعني للمتغيرات تبع البيئة اللي نحن عايشين فيها. مشيين انتو بهذا المشروع؟ اخي منا محلية، ما في شيء بقى بينتج محلية. هلا مشروع القانون تمشوا فيه ولا منو 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 محلي؟ ناطرين اتفاق النووي؟ اخي مش ناطرين اتفاق النووي، اخي ما صارت القضايا مربوطة بين الداخل والخارج بشكل انه الشيء اللي ما كان مقبول اوقات من سنة وسنة ونص رح بتحسوا انه صار مقبول بسرعة، وصار في ضغط حتى ينقبل. كيف عم بتصير هاي العملية؟ لانه في حرص على اولا انه لبنان لا ينهار بالكامل، لا تنهار مؤسساته بالكامل، ويصير في سلة تطمينات يمينا ويسارا لكل القوى حتى يصير في قانون انتخاب. مع العلم انا بعتبر انه ننتبه ما نحكي زيادة عن اللزوم هلا بقانون الانتخاب، حتى ما تكون كأنه نحن عم نجي يعني عم نرجع نستولد نقاش صار بالماضي، نقاش صار معروف، أطراف الأفريقاء كلها صارت معروفة، في لجنة نحن حاضرين فيها، عم نكون موجودين فيها. بارح ما حضرته، مفروض تكون حاضرين، يعني مش مطلع إذا حضرنا أو ما حضرنا، ولكن نحن موجودين باللجنة، عنا قانون. فليتم أخرين جيتوا بكير، يعني عنا موجودين نحن باللجنة، ما لم نقاطع ولا نقبل أن نقاطع اللجان. نحن نقول أنه لا لتشريع الضرورة إلا بما يتعلق بانبثاق السلطة، قانون انتخابي هو في صلب انبثاق السلطة. سنكون حاضرين أصبح باللجان، سنكون حاضرين أي جلسة تشريعية بالهيئة العامة لاعتماد قانون انتخاب. الديار نقلت عن النايب إلي ماروني أنه في حوار عم يتحضر بين الكتائب وحزب الله، هل هذا صحيح؟ حوار قائم ما انقطع ولا مرة، حوار حول قضايا محددة وفي جلسات عم تصير، مش عم ينعمل، يعني عم يأكلوا، مش الشباب يعني أنه عادين عم بيأكلوا أكل شو بيقولوا كاس عرق وتبولة، أصلا مع حزب الله صعب يكون في كاس عرق، بس أنه كباية شاي تنقوله هيك، تتخطى طبعا المجاملات الاجتماعية. في حوار متخذ بقرار مركزي من الحزبين، هذا الحوار كان بطريقة معينة بالماضي، متعددة الأطراف أو ثنائية الأطراف، ولكن ما كان يعني محطوط على بجدول واضح. اليوم صار في نقاط عم ينحكى فيها، لأنه إذا ما بدك تحكي اليوم مع الفريق اللي بلبنان أنت في عندك معه خصومة بالسياسة، مع مين بدك تحكي؟ بدك تحكي مع حالك؟ مشان هيك ما بقى عم نحكي إذا لازم يقوم حوار مع حزب الله أو ما لازم يقوم. حتى حققتوا شيء تواصل نقاط متقاربة؟ لا، الهدف منه ليس إيجاد تفاهمات ثنائية أو أوراق تفاهم، الهدف هو منه تحضير الأرضية. على مستوى مين عم بيتم الحوار؟ على مستوى النيابي طبعا. تعليقك على تعليق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط،
تعليقا على مقال الكاتب وناشط السلام الإسرائيلي أوري أفنيري تحت عنوان الصليبيون والصهاينة. قال الأستاذ وليد جملاط: الآن هناك نظام عربي جديد أو فوضى عربية جديدة قيد التشكيل، حيث أن الحدود الجديدة إن وجدت ستتقلص أو تتوسع وفقا للاعبين جدد على الساحة. قد يكون هؤلاء اللاعبون من أمراء الحرب المحليين أو الكيانات غير الحكومية قيد التطوير. أما بالنسبة إلى المسيحيين فيجب أن يبذل مجهود كبير لمنعهم من مغادرة دولهم في الشرق الأوسط، حيث لا يزال ذلك ممكنا في لبنان مثلا على أحد ما إبلاغهم بضرورة التوقف عن جدالاتهم البيزنطية. يعني هذا كلام تحليل طبعا بعيد عن الواقع. لا، وليد بيك أنا بعتبر أنه قارئ ليس فقط في السياسة، إنما قارئ بالثقافة وقارئ دائما، يعني النقاش معه ممتع. ما فيك تشوفه بدون ما يكون قارئ كتاب جديد كل مرة. دائما إنه بدو في نقاش دائما بيكون حقيقة عميق. يمكن قليل رجال السياسة بلبنان، كتير قليل اللي بيقروا وبناقشوك باللي عم بيقروه، وإذا أنت كتبت بناقشوك باللي كتبته. بقى لازم يتاخد على محمل الجد حقيقة وينعطاله كل الأهمية للشيء اللي عم ينكتب، حتى ننطلق من الفكرة للتطبيق. نحن نتمنى أنه نتعاون كلنا بلبنان، مسيحيين ودروز وإسلام، وكلنا يعني مسيحيين وإسلام، حتى ما يقولوا أنه عم نقول الدروز هني غير الإسلام، المسيحيين والإسلام، على تثبيت الحضور المسيحي في لبنان. وتثبيت الحضور المسيحي في لبنان ليس فقط أن يكون المسيحي مالك أرض أو بيت، الحضور هو الدور، الحضور هو مرتبط بالدور. بس هو عم يعني يقول إنه هذا الدور بده تيسير فاعل بتوقف الجدالات البيزنطية في استعداد. نعم، اليوم بموضوع رئاسة الجمهورية، هذه منها هذا جدال نقاش سياسي، ما بنقدر نقول هذا جدال. بدلك تعتبره سياسي من بعد 25 شهر 5 اليوم ما عندنا، يعني اليوم خليني اقول لك قد يكون جدل سياسي لحديد 25 ايار 2014. بعد 25 ايار، بعد 25 ايار ما صار بيزنطي. بتعرف شو بيصير بعد 25؟ صرنا بالفراغ. بتعرف شو يعني الفراغ بعلوم الفيزياء؟ علوم الفيزياء الفراغ يعني بتصير حاله انعدام وزن، يعني يا محلى يعني بيزنطي، يعني ما بتعود الاوزان كلها هاي، كل واحد مفكر حاله بحجم معين بالابوزانتور، بصير في عدم انعدام الجاذبيه. ما هيك الفراغ هذا اللي بيعمل لك، بصير كله شو بتصير كلها منك، ما عندك وزن لشيء. يعني هذا الجدل بيزنطي كان أو غيره موجود ليس فقط بين المسيحيين، بين الجميع. لمين عم يجي بحط مبادرة؟ مين موضوعه ووضعه رئاسة الجمهورية وضعه على المحك قد الحضور المسيحي أنه يكون عنده ترف يضيع الوقت والكلام؟ الحضور المسيحي تثبيته أنه أرفعوا أيديكم جميعا عن رئاسة الجمهورية بلبنان. معليش إذا بدنا نجي يعني نجي نقيم رئاسة الجمهورية، نحط عرضة أو نحط رهينة بإيد قوى لبنانية خارجية، هل العملية تتخطى الأحزاب المسيحية أو ما يسمى بالأحزاب المسيحية بلبنان؟ كلنا عارفين شو هيدي العملية، يعني شو مداها، ما رح نفوت فيها أكتر. بدكم نعمل حضور مسيحي حقيقي بلبنان، خلينا حج نوقف مثلا انه الزبائنية، نعمل تحديث للنظام، نوقف هيدي المحاصصة والاستقواء والتعطيل المتبادل. طيب هذا الفراغ عليك اللي اليوم لغي الاحتفالات بذكرى الاستقلال لغياب رئيس الجمهورية، الا يحمل في ذكرى استشهاد الوزير والنائب بيير الجميل؟ برأيك تمر مرور الكرام هذه الذكرى؟ نحن بذكرى بيير الثامنه لاستشهاد بيير، وبيير لم يستشهد على جبهة مقاتل بين مقاتلين، هو استشهاد بيير هو اغتيال لشخص، لرمز بيمثل مشروع، بيمثل فريق طويل عريض، بيمثل مبادئ الاستقلال. بيير استهدافه هو استهداف الاستقلال اللبناني، وكأنه بالصدفة اليوم عم نجي من عيد بعد 8 سنين عيد الاستقلال
بذات الوقت استشهاد بيير بظل الفراغ، وكأنه اللي كان بده يخلق فراغ باستقلال لبنان بوقتها عم يوصل لغايته. من هون هالربط بخليني أقول أنه لا، طالما أنا وياك عم نحكي اليوم وعم نقدر إن شاء الله نفعل بكرة، لأنه مش دايماً نقدر نفعل، حتى نيجي نقول أنه لا تراجع عن هذا الاستقلال السياسي، تلغى الاحتفالات، لكن بكل بيت من بيوتنا بلبنان قدرين يكون عنا احتفال كل واحد على طريقته، حتى نقول أنه أولاً احتفال نطلب فيه من بيير أنه يصلي لنا مطرح ما هو، لأنه مش هو بحاجة لصلاة، نحن اللي بحاجة لصلاة، واحتفال بذكرى الاستقلال اللي لازم نكفيه، استقلالنا غير ناجز، حتى مش كل مرة ندفع ثمن أسمان غالية. قد ايه بدنا نقدم أضاحي مثل بيير أمين الجميل؟ قد ايه بدنا نقدم أضاحي؟ قد ايه بده هالبلد أضاحي من رجالات مثل بيير أمين الجميل؟ أنا بتصور إنه لا، إذا بدنا نعمل شيء بلبنان، إذا بدنا نوصل لنتيجة معينة بلبنان، خلينا نوصل اليوم نقول إنه عيد الاستقلال عم يحمي جيشنا مشكور، جيشنا من دون رئيس للبلاد، شعبنا ومنحط إيدنا بإيد البطريرك الماروني لو ما أنه عم يطلع بإيده بالسياسة، حتى نقول هالصرخة ما لازم نميعها، هالصرخة اليوم اللي عم تنطلق بعيد الاستقلال ما لازم نميعها، لازم نترجمها بالسياسة، لازم يضلوا شعبنا بحالة غضب من هذا الإداء السياسي اليوم، شو ما كان التسويات اللي عم بتصير، لازم نضلنا بحالة استنفار. يمكن الناس تعبت، عم يلهوى بألف ملف وملف، القضية الأم هي تنرجع نستعيد الحضور المسيحي بلبنان والاستقلال السياسي الناجز، انه نرجع رئاسة الجمهورية بأسرع وقت ممكن. هذا الرسالة اللي قادرين نعملها، كل رسالة أخرى بتكون هي إلهائية تقطيع وقت، وبالنتيجة ما رح توفي لهالغرض حقه. معالي الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ، أهلا بك في أم تي في. مشاهدينا الأعزاء، شكرا لك، شكرا لك لنا، الله يخليك. شكرا مشاهدينا للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا أم تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، وأم تي في لبنان نيوز على موقع فيسبوك، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا لحسن الاستماع، وإلى اللقاء. تراقبوا الليلة على MTV، سألوا مرتي بعد الأخبار.